بس اذا مش موجوده بتكونش خلاص خلاص هي بتروح عليها تتوجب في اخر يوم دير بالك سواء الكترونيا او اخر مركز تفضل خذها تعال حاتم هذا لا بحددك فتحنا عليه ما حددش لا بحددك بس انت تاكد تمرين لازم يعني يكون العمليه ورقيه اي سؤال طب انا بعسل المفتوح الان للتفريز والتعديل بدت المرحلة مرحلة النشر والاعتراض منذ الأمس 23/7 وحتى 27 من نفس الشهر على مدار 5 أيام سيتم خلالها استقبال الإخوة المواطنين الذين لم يسجلوا سابقا للتسجيل كذلك تحديث بيانات لمن سجل سابقا خاصة ما يخص مكان الإقامة إضافة إلى عملية الاعتراض أو الطعن في سجل الناخبين إن وجد لدى المواطنين أحد المواطنين أو الهيئات ما يبرر ذلك بالفعل حين بدأنا هذه العملية قد يرى البعض أن هناك تواضعا في الإقبال على التسجيل لسببين الأول أنه لدينا سجل ناخبين يحتوي على 86% من الإخوة المسجلين في سجل الناخبين هم بالفعل مسجلين وجاهزون للتسجيل للعملية الانتخابية إضافة إلى التسجيل الإلكتروني الذي ساهم في تخفيف العبء على الإقبال على التخفيف العبء على المراكز التسجيل التي تعتمد التسجيل الورقي لدينا النسبة الحالية 86% هي فعلا نسبة مرتفعة وممتازة جدا بكافة المعايير التي تحكم الانتخابات